وينضم إلينا حسن دغيم الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من مدينة إسطنبول. أرحب بك سيد حسن، ما تفسيرك لهذه الظاهرة الخطيرة في المنطقة الحساسة بهذه الفترة الحرجة؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. لا شك ان عمليات الاغتيال هذه منظمه، يعني هي بدات بعد يوم واحد من قرار وقف القتال بين جبهه تحرير سوريا وبين بغاه هيئه تحرير الشام. وقف القتال هذا في اليوم الثاني بدات حركه هذه الاغتيالات، يبدو انها منظمه وان هناك اطراف تقف وراء هذه الاغتيالات لاشاعه حاله من الفوضى والقلق عند الحاضنه الشعبيه. وبصراحة لا نستطيع أن نعطي نظرة موحدة للاغتيالات التي حدثت، فتم اغتيال يعني ناس من الجيش الحر، تم اغتيال ناس من هيئة تحرير الشام، تم اغتيال، لكن تم القبض على بعض الخلايا التي تتبع لتنظيمات منحلة سابقا كتنظيم جد الأقصى وغيره، وبعض خلايا تنظيم الدولة. وأيضا هناك أصابع تشير إلى اتهام خلايا النظام، وهو ليس بعيد عن ذلك، خصوصا أن إيران بالفترة الأخيرة في سعي وحثيث لتخريب آخر معاقل ما يسمى اتفاق حفظ التصعيد وهو إدلب، يعني هي تحاول تخريب هذا الاتفاق، ويهدد دائما قوات الحرس الثوري باجتياح إدلب ويعني القضاء وبسط سيطرة النظام على إدلب. ربما تأتي هذه الاغتيالات في هذا السياق، فالأطراف المستفيدون من هذه الاغتيالات كثر، على رأسهم النظام السوري وخلايا تنظيم الدولة، وأيضا بعض العداوات التي نشأت عن حالة الاقتتال والذين لم يعني يشفي القتال صدورهم. طيب، ما تسمى بحكومة الإنقاذ أعلنت حالات الطوارئ، برأيك هل هو إجراء مناسب، أو يعني هل ستتمكن من ضبط الأوضاع؟ والله بصراحة حكومة الإنقاذ يعني لا نستطيع أولا أن نسميها حكومة، وبعدين هي اسمها حكومة الإنقاذ، إيش معناها في الطوارئ؟ يعني هي كلها أسست على أساس الطوارئ، فإيش إعلان حالة الطوارئ؟ أظن هذا هو نوع يعني لمواجهة الضغط الشعبي والدعوة إلى ضبط الأمن، فوجدت نفسها معنية بهذا الكلام فأصدرت هذا القرار. هذه الحكومة ليس عندها شرطة وليس عندها قوات وليس عندها أمن، هي كيان إداري وظيفي وضعته هيئة تحرير الشام يعني كواجهة مدنية. طب يعني ما الطريقة الأجدر، أو يعني من الجهة الأقدر على الإمساك بزموم الأمور في ظل ما تشهده إدلب من تحديات؟ يعني مثلا وجود ظاهرة الملثمين الذين ينتقلون بسياراتهم بدون معرفة هوياتهم، وقلة الحواجز والسيطرة، ويعني المبالغة في حسن الظن حسب المظهر والنمطية، أنه هذا والله مجاهد وهذا ثائر وهذا نعرفه، وهذا يعني يجب زيادة الإجراءات الأمنية بعيدا عن العاطفة والرغبوية والانتقال إلى الاحترافية الأمنية وتعزيز حواجز الشرطة الحرة ومغافرها والعمل الأمني. هذا يعني لا يقاوم هكذا عمليات أمنية وتخطيط ممنهج إلا بالكشف عن الخلايا التي تصنع العبوات. يعني مثلا هذا طريق سراقب ومرديخ ومعرة النعمان، صار استشهد عليه أكثر من 100 بين قائد وعنصر من الجيش الحر بعبوات ناسفة معروفة في الخلايا التي تصنعها والسجون مليئة بهم، يجب فتح تحقيق في كشف هذه الخلايا. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد حسن دغيم الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معي من إسطنبول.